إذا من مدينة تطوان غادي نستقبل عائشة. ألو صباح الخير عائشة. صباح الخير. أهلا وسهلا، شخبارك؟ الحمد لله. لاباس عليك، كلشي مزيان؟ الحمد لله صالحك خاوتي. مرحبا بك، شكرا جزيلا عائشة اللي خطيك أختي. شنو غتقترح علينا؟ غنقترح عليك مملحات بشتة. باش؟ ما كنسمعكش مزيان، ما عرفتش شنو المشكل. ما كتسمع الصوت، صوتك كينقطع. صوتي كيتقطع. ما عرف من عندنا، كنظر ما عندنا حتى شي مشكل على حسب ما كياكد لي التقني. نحاولوا على اننا نتواصلوا نعملوا محاوله. قل لي مملحات باش؟ بالفته. الفته؟ الفته حيت شنو هي هذه الفته؟ كتبغي تقول الاسم د د انت بحال الجبن والزبده. هي الفته زعما هذيك مقياس اللي كنعبروا به فته فتي وتا زعما شويش. هذا الجبن سميته هيدا. جبن سميتو الفته؟ عمري ما سمعته. ما عندي حتى فكره عليه. ماشي اسم تجاري ياك؟ العام ماشي ماركه تجاريه، ماشي كنجبرها مكتوبه فيها ولا شي حاجه. لا ياك غير متعارف عليه هيدا. يمكن عندكم انتم في تطوان. اها تفضل عائشه. عندنا بالنسبه للعجينه عندنا 250 غرام الطحين، 250 غرام الطحين، 250 غرام الزبده، 250 غرام الزبده. عندنا 10 صاغ من الماء. 10 صاغ من الماء، شحال هي هاد 10 صاغ؟ شحال غتجي؟ كاس. كاس ديال الماء، حسن. عندنا شوية ديال الملح. وعندنا معلقة ديال الخل. معلقة ديال الخل. هادي بالنسبة للعجينة. العجينة نعاودو. عندنا قلنا 250 غرام الطحين. 250 غرام الطحين. 250 غرام الزبدة. 250 غرام الزبدة. عندنا الملحة. ملح ها معلقه ديال الخل. معلقه ديال الخل. معلقه ديال الخل. والماء. والماء قلنا كاس ديال الماء، كاس صغير لمبا. شحال كتجي؟ غادي نعملوا الطحين ديالنا. وغادي نعملوا ديك 250 غرام، غادي نعملوا غير 50 غرام، ديك 200 غنخليوها ديك ساعات على حسب الماء انت وما جمع لك. صافي. الماء دافي ولا الماء عادي؟ نعم الماء عادي ولا دافي؟ لا الماء عادي. اها كنعجنوا العجينه ديالنا. ديك 50 غرام و 200 غرام ديال الزبده كنحيدوها، كنعملوها في النبيره على مده 10 دقائق. اييه. من بعد كنجبدوها. كنطلقوها مزيان. كنجيبوا ديك الزبده اللي بقاتنا. كنطلقوها عليها، كنعملوا شويه هنا وشويه هنا. كنعملوها غير النص، النص الاخر غنخليوه حتى عاود العمليه الثانيه. اييه. من بعد كنطلقوا العجينه ديالنا بالمطلق مزيان، عاود كنتنيوها، عاود كنعاود نطلقوها، كنكرروا العمليه بحال نفس الطريقه. من بعد كندخلوها كنلويوها، كندخلوها للنبيره لمده 15 دقائق. من بعد عاود كنجبدوها، عاود كنعملوا نفس العمليه اللي عملناها اول مره. ايوه. من بعد كندخلوها للنبيره لمده 10 دقائق. صافي. ومن بعد كنخليوها حتى كنوجدوا الحشوه ديالنا الثانيه. دابا غنوجدوا الحشوه، من بعد غتعاود لي واخا طريقه. دابا عندنا قلنا عاود عندنا 250 غرام الكفته. بالتوابل ديالها. عندنا نص باقه من الصبانيط. معلقه الزيت. نص معلقه القرفه. ايه. ديك نص باقه ديال الصبانيط كنسلقوها في الماء سخون لمده 4 دقائق. من بعد ملي كنجبدوها بالماء سخون كنعملوها في الماء بارد باش كتحافظنا على ديك النول ديالها. من بعد كنعملوا الكفته ديالنا في واحد المقله، ديك معلقه الزيت. من بعد كنطيفو، كنقطعوا الصبانيط ديالنا كنطيفوهم على الكفته. كنشحروهم هما ديك المعلقه، وزدنا عليهم معلقه نص معلقه ديال القرفه. صافي. واش نعاود لك المقادير؟ هي غتعاود لي، عاود لي الطريقه ديال العجينه كيفاش عملتي لها. وعاد تعاود لي المقادير ديال الحشوه. واش نعاود لك العجينه في المقادير ديالها ولا لا؟ غير الطريقه، المقادير صافي سجلناهم. كنا كندخلوا العجينه نبيله لمده 10 دقائق. اييه. من بعد ملي كنجبدوها كنطلقوها مزيان بالمطلق. اييه. من بعد كنشبروا الزبده اللي كانت عندنا، كننزلوها عليها شويه هنا وشويه هنا بيدك. من بعد كنطوي العجينه من هاد الاتجاه ومن هاد الاتجاه ومن هاد الاتجاه ومن الاتجاه، يعني اربع د المرات كنطوي العجينه. من بعد كنطلقوها بالمطلق مزيان، عاود كنعاودوا نفس العمليه.
اييه من بعد كندخلوها النبيله كنخليوها مده 15 دقائق عاود كنجبدوها بعد عاود كنطلقوا العجينه مزيان كنكملوا ديك الزبده اللي كانت باقيه لنا كنطوها اربع ديال المرات بعد عاود كنطلقوها مزيان عاود كنعاودوا نفس العمليه بعد كندخلوها النبيله لمده 10 دقائق ديك الساعه صافي يعني هي هذه العمليه كتعدى ثلاثه ديال المرات صافي فهمتك مروا دابا الحشوه قلنا عندنا 250 غرام الكفته اييه بالتوابل ديالها اييه وعندنا نص باقه الصبانغ ونص معلقه القرفه ومعلقه الزيت كنعملوا الكفته ديالنا معروف الواحد كيشني كيعملها في المقادير ديالها ولا بغيتي نعطيهم لك نعطيهم لك انا كنعمل البصله محكوكه كنعمل الفلفله وشويه سكنجبن شويه ديال الابزار والمعدنوس وانا ديك المعلقه الزيت كنخلطها مع الكفته لان انا ملي كنكون عندي كفته ما كنبغيش نعمل الزيت في المقله وعندنا نص معلقه ديال القرفه وديك نص باقه الصبانغ كنسلقوها لمده 4 دقائق بعد ملي كنجبدوها كنعملوها في الماء بارد كنعملوا الكفته ديالنا في المقله تشحر كان ديك الصبانغ كنجبدوهم ديك الماء بارد كنقطعوه صغير كنطيفوه على الكفته ديالنا كنتشحروها وكنزلوها بعد كنجبدوا العجينه كندير شويه الطحين باش ما تلصقناش كنطلقوها بالمطلق مزيان كنجيبوا اسمح لي بعدك عندنا 250 غرام ديال الجبن وانا بصح وانا كنت انا ديك الجبن ديال الفته فين هو باقي ما ظهر ديك الجبن هذاك حنا ما كنعملو هذاك كنقطعوه مربعات صغير من بعد ديك الساعات كنطلقوا العجينه ديالنا كنجيبوا الحشوه انا كنطلق العجينه وكنعمل الحشوه يعني كنطلق العجينه وكندير معلقه ديال الحشوه هنا وهنا ومن بعد كنطوي وكنقطع صافي فهمتي يعني مش كتجي سهله عليك هي كل واحد الطريقه ديالو ايوا المهم كنطلق العجينه كندير الحشوه كنجيب ديك الجبن كندير ديك المربعات فوق ديك الحشوه من بعد ديك الساعات كنطوي وكنقطع بشنو اسمها بالجراره ولكن خصك تكب يدك مزيان باش ما كيتفتحناش العجينه من بعد كنكملوا الحشوه ديالنا والعجينه ديالنا كنعملوها في السينيه اللي عطخنا الفران عندنا بيضه وجنجلان من بعد كندهنوهم بالبيضه كنعملوا عليهم شويه ديال الجنجلان وكندخلوهم الفران لمده 20 دقيقه 20 دقيقه صافي اللي كاين تبارك الله وصلى على النبي صحه وراحه الهلي خطيك عائشه وشكرا جزيلا العصير اللي بغيتي نعطيه لك العصير دغيا لان الوقت داز اها تفضل عندنا جوج تفاحات بقشورهم عندنا جوج لينكاسات بقشورهم عندنا جوج بربات بقشور ديالهم حتى البربه بالقشور بقشور ديالها ايه عندنا جوج جعدات بقشور ديالهم عندنا جوج البانان طبيعة الحال بلا قشور اييه صافي قلنا عندنا جوج بربات عندنا جوج جعدات عندنا جوج تفاحات عندنا جوج لينكاسات عندنا جوج بنانات صافي تفهمنا ايوا كنطحنوه في الخلاط الكهربائي وكنعملوا الماء وصافي ما كاين لا سكر لا حتى شي حاجه كيجي رائع كنخلطوهم بالماء بالماء ماشي باللاتشين حسان لا انا كنعملهم بالماء كيجيو مزونين كيجيو على الضماله ديالك عائشه الهلي خطيك وشكرا جزيلا على الوصفتين وان شاء الله نسمع صوتك الله يوفقك ان شاء الله يا ربي انا اول مره في حياتي كنصنت على شي برنامج اول مره في حياتي اول مره كتصنت على شي برنامج اول مره في الحياه ديالي ايوا ان شاء الله غادي تبقى دائما كتصنت غير علينا حيت حنا الوالا ربي يخليك عائشه الله يوفقك ان شاء الله شكرا جزيلا تحياتي ليك بكل التوفيق عائشه